أخبار اليوم. احنا عندنا لعيبة دولية في التيم عدد ماتشاتها ما تزيدش عن صابع الايد الواحد، وبنعتمد عليهم اعتماد كلي. احنا عندنا بنحمل محمد صلاح مسؤولية منتخب مصر، ومحمد صلاح عنده 23 سنة وعدد مباراته الدولية 30 مباراة. يعني في الوقت اللي هو فيه 30 مباراة احنا كنا بنحمل الكلام ده مثلا لأحمد حسن، بنحمل الكلام ده للحضري، بنحمل الكلام ده لجيل كان لعب له 130 ماتش و120 ماتش على ما بنحمله، أو 100 ماتش على ما بنحمله مسؤولية. لكن أنت النهارده بتحمل المسؤولية تيجي تقول محمد صلاح ده فشل، ده مثلا النني ده مش عارف إيه. طب الكلام ده كله، طب أنا لما النهارده مثلا بعض الناس كانت بتتعب عليا إن أنا إزاي أجيب محمد صلاح، طب ما أنا جايب أربع أجوان، محمد صلاح جايب جونين، يعني هو هداف المنتخب. وهداف المنتخب بيلعب فين؟ بيلعب في تشيلسي، بيلعب في نادي كبير. طب مين المنافسين اللي بيلعبوا مكانه؟ ما أنا برضه بقيمها، مين المنافسين؟ أفضل لعيبة في منتخبات العالم هي اللي بتلعب معاه، اللي بينافسها عشان يلعب عليهم، وبيشارك على لحظات. طب لما بيشارك، طب هو لو جه هنا مصر تفتكر حضرتك هيتمرن ربع التمرين اللي بتمرنه بره، وهيلعب كل الماتشات وهو قاعد في بيته؟ وهيلعب لان امكانياته تاهله انه يلعب. لكن النهارده لما هو بيتنافس النهارده مع نجوم، شوف يعني ارجع لفيشن، شوف مين النجوم اللي فيه اللي بيلعبوا في نفس مركز صلاح، تلاقي نجم منتخب البرازيل، نجم منتخب بلجيكا، نجم منتخب انجلترا، نجم يعني الاسماء يعني مش عايز اذكر فيه. هو نجم يعني ساعات هو يلعب ودروبا يبقى بره، ومنتخب كوت ديفوار باعتماده كله على دروبا، منتخب اسبانيا اعتماده على كوستا، منتخب البرازيل اعتماده على اوسكار. ده انا يعني بعض الاسماء، ويليام بتاع بلجيكا غير ستة فرق بتاعهم، يعني كل المجموعه دي هو بيتنافس مع المجموعه دي، مش بيتنافس مع مجموعه صغيره يعني، او بيتنافس مع حد. هو كان افضل لو كان قاعد في بازل دلوقتي، كان زمانه بيلعب على طول ويشارك على طول وبيجيب اجوان على طول. وعايز اقول ايه، والفتره السنتين اللي فاتوا كان منتخب مصر محظوظ ان كان محمد صلاح بيلعب في بازل على طول. لما نيجي نشوف منتخب مصر خلال المرحله اللي فاتت، السنتين اللي فاتوا، هتلاقي الاهداف كلها كانت مركزه في محمد صلاح وبتريكه. 90% من عدد الاهداف اللي سجلت في مشوار منتخب مصر في البطوله. كان معنى كده يا كابتن، من غير مقاطعه، كان معنى كده ان انت ما ينفعش تلاقي اللاعب محل محل في تريكا علشان يعملوا الثنائيه دي اللي انت بتتكلم عليها؟ لا، لان انا بس السيستم اللي بلعب بيه غير السيستم اللي كان بيتلعب بيه خالص. يعني من الممكن السيستم اللي كان بيتلعب بيه خلال السنتين اللي فاتوا نظام عدم وجود راس حربه، والناس اللي جايه من ورا هي اللي تلعب وتشتغل. يمكن انا بحب اعتمد على اني يبقى موجود عندي راس حربه، عشان كده انا لما جيت ما لقيتش راس حربه خالص. يعني خلينا نكون صريح، يعني مثلا انا لما جيت لقيت محمد صلاح، لما جيت لقيت النمر، لما جيت لقيت عناصر، لما جيت لقيت الشناوي كان موجود. لكن انا لما جيت حضرتك كل مين راس الحربه اللي كان موجود؟ بل اضطرينا ان احنا نستعين بعمرو زكي في ماتش غانا التالي. يعني بقالنا سنتين مش بنستعين، نيجي بعد كده نستعين. يعني انا بقول يعني لا، يعني اقصد ايه، مكان المركز ما كانش مركز مطلوب في سيستم اللعب. ما هو انا كمدرب بحط سيستم اللعب بتاعي، فلما بحط سيستم اللعب، يعني احنا جينا في مرحله اللي هي في 2008 و2010 احنا بنلعب بليبرو على طول، كنا لازم احتياج لهاني سعيد على طول، فكنا بندور على مين اللي بيلعب ليبرو عشان نجيبه، عشان احنا التكتيك بتاعنا او السيستم بتاعنا اللي بنلعب بيه بنلعب بنفس الشكل كده، فبنجيب اللعيب. من الممكن مدرب تاني يغير نفس اسلوب اللعب، ما يحتاجش للشخص اللي كان بيلعب في المكان ده. هدفين اللي دخلوا فيا في ماتش السنغال هم نفس الجونين اللي دخلوا فيا في ماتش الشيلي، يعني الماتش اللي لعبته قبل، يعني مشكلة هم بنفس العناصر. يعني عشان كده انا مش لازم اكون مدرب علشان عايز اقول ان انا كويس، ولا عايز اقول حاجه ان انا اتمسك برايي. طب ما انا ما اتمسكتش برايي وغيرت المكان كله، يعني غيرت الناس اللي بتلعب في المكان كله. هو اعتراف مني ان انا ممكن اكون اخطا، ايه المشكله؟ ايه المشكله لما اخطا واصلح خطاي؟ لا، المهم لكن المشكله ان انا اخطا واصمم على خطا. انا ما صرتش على خطا. اللي حضرتك بتفكر فيه الماتش الجاي ده خدنا سؤال مهم جدا. الاشراك احمد فتحي في الجبهه الشمال في مباراه ناس اتهمتك بانه اصرار
على انك تلعب احمد فتحي رغم وجوده عزيز الله الرحيم. تمام. هو بص هو الاصرار الاصرار اللي تم في الوقت ده ان كل اللي كتبوا التشكيل كتبوا صبر رحيل ما كتبوش احمد فتحي. وانا لما لعبت احمد فتحي يبقى انا خالفتهم في الراي. فخالفتهم في الراي بقيت انا مصر على الخطا. بالرغم من حاجه احمد فتحي في ماتش البوسنه كان افضل لاعب في منتخب مصر. وكل اللي قالوا لي وانتقدوا اشتراك احمد فتحي في ماتش السنغال هما نفس الاشخاص اللي اشادوا بيا لما لعبت احمد فتحي في مباراه البوسنه. يعني لما جوزيه لعبوا باك شمال يعني كنت بتقول عليه ومش مفكر بس ما كان مطروح. لا ما كان مطروح وزي ما تخيل قال ما هو جوزيه لعبوا كده واحنا عايز اقول واحنا العبقريه واحنا اشركناه قبل كده في منتخب مصر اشركناه. مش عنده بدايه عثمان عاوز يلعب ما كانش عنده بدايه. استاذ عثمان عاوز يلعب ما كانش عنده بدايه لاحمد فتحي لما لعب كان مضطر للعب في المكان ده. لا يعني خلينا اكون صريح يعني يعني وزيه كان مضطر للعب في المكان ده وانا برضه كنت مضطر ان انا